الثقة في النفس بتخلي الواحد عارف هو عامل ازاي وقيمته واصله ازاي، فده بيخليه يتواضع مع الناس. ان هي بتبقى طبع في الانسان مولود بيها او الاسره بتديها له. ما اقدرش اقول ان انا انسانه واثقه في نفسي برضو بنسبه 100%، ولا نسبه عاليه قوي ولا نسبه واطيه قوي. انا دايما بدي لنفسي الحق اللي انا واثق من نفسي، بحيث ان انا معرف اتعامل مع حد، ما بقاش ان انا خايف من حاجه، ما بقاش قلقان من حاجه. ما بحبش ابص في نفسي بمرايه كتير، كنوع من انواع ان انا مش عايز ابقى مغرور، او مش عايز ابقى بحاول اشوف حاجه الناس مش شايفاها. مجنون بالمرايه شويه طبيعية، مفيش حاجة أوفر يعني، ولا حاجة أقل من الطبيعي. سرحان في شكلي شوية، حاسس إن أنا كبرت حبة كده. شاب مصري شايف نفسه جدع، راجل، في صفات كويسة وفي صفات وحشة أكيد يعني. حلو جدا الواحد يواثق في نفسه، بس في نفس الوقت ما يبقاش معمي عن اللي حواليه. الثقة بالنفس مطلب فطري في كل إنسان. أي إنسان عايش في الدنيا دي لازم يكون ليه أهداف عشان يصل لغاية معينة، أي غاية تطلع إليها أي إنسان. لكن عشان تصل لهذه الغاية وتحقق الأهداف دي لازم يكون عندك ثقة بالنفس. لذلك الثقة بالنفس هي مطلب العظماء. الثقة بالنفس هي اللي تخليك إنسان عظيم ما تكونش أبداً على هامش الحياة. كل العظماء اللي قادوا الإنسانية كان عندهم ثقة بالنفس، وربنا بيزرع في قلوب الناس يعني ايه ثقة بالنفس. ربنا يقول لنا مثلا واجعلنا للمتقين إماما. طيب يعني ايه واجعلنا للمتقين إماما؟ سيدنا أبو موسى الأشعري فهم الكلام ده فبيقول من استطاع منكم أن يكون إماما في بيته فليفعل، من استطاع منكم أن يكون إماما في بلده فليفعل، من استطاع منكم أن يكون إمام الدنيا فليفعل. وعشان يكون إمام وعالم كبير ويقود الحياة دي كلها لازم يكون عنده ثقة بالنفس عشان يحقق الأهداف بتاعته دي ويصل للغاية اللي هو بيتطلع إليها. عشان كده بقول لكم إن الثقة بالنفس دي مطلب العظماء اللي قادوا الإنسانية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيزرع الثقة بالنفس في قلوب الصحابة بالتربية والبيئة اللي هم عايشين فيها. كان النبي يقول لهم استقيموا ولن تحصوا، بس لازم تحاول اللي انت تستقيم وكون على الصراط المستقيم. سددوا وقاربوا وأبشروا، وحاول بقدر الإمكان يكون عندك ثقة بالنفس عشان تكون إنسان عظيم. وبدأ يربي الكلام ده في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عارف رب الكلام ده في مين؟ رب الكلام ده في أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ورب الكلام ده في عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى ضرير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيربيه عشان يكون إنسان قائد عظيم، بس ده أعمى، ده ما بيشوفش، ضرير فاقد البصر. إزاي يكون أعمى ويكون قائد عظيم ويقود الإنسانية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيزرع فيه يعني إيه ثقة بالنفس ويثق بنفسه فهيكون قائد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقعد معاه ويربيه ويصنعه على عينه. وبعد ما هاجر النبي من مكة للمدينة، لما كان يروح في غزوة بدر أو أي غزوة من الغزوات يسيب الأمير أمير المدينة، لازم يكون في حد أمير على المدينة، كان يسيب عبد الله بن أم مكتوم. ومن هنا نقدر نفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن مكتوم لما راح له عبد الله بن أم مكتوم في يوم من الأيام وبيقول له يا رسول الله أنا راجل ضرير وما بشوفش، فممكن يا رسول الله تأذلي اللي أنا أصلي في بيتي أروحش الجامع؟ فالنبي قال له طب خلاص صلي في بيتي. مشي كده، وبعدين النبي نداله لأن النبي عاوز يخلي الإنسان ده إنسان قائد. على فكرة القائد لازم يكون مكتمل كل الصفات، أو على الأقل يحاول يكون عنده 95% 98% 99% من صفات القائد. لذلك سيدنا عبد الله بن مكتوم راح مناديله النبي تاني صلى الله عليه وسلم وقال له تعالى انت بتسمع الاذان؟ قال له اه. قال فاجب. سيبك بقى هو انا لازم اصلي فرض ولا مش فرض، ماليش علاقه بالحته دي، الفقهاء يتكلموا في المساله دي، لكن احنا بنشوفها بموضوع تاني خالص، ان ده موضوع التربيه. النبي بيحاول يزرع صفات القائد ويكون عنده ثقه بالنفس عبد الله بن ام مكتوم عشان ده في يوم من الايام هيبقى قائد بيأهله ان هو يبقى حاجه عظيمه جدا. الحاجه دي لما كان النبي يخرج من المدينه يسيب عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه هو الامير على المدينه.